اللجوء للتعليم المنزلي اعتماد كامل على الأم. في هذا النظام التعليمي تلعب الأم أدوار متعددة كلها أساسية ضرورية في حياة أبنائها، بدءا من دور الأم مرورا بالأخصائية الاجتماعية فالمعلمة والمربية الخاصة به. بكل ترحاب أخذت هؤلاء الأمهات على عاتقهن تلك المسؤولية الشاقة، بلا شك فلهذه المسؤولية الكبيرة آثارا عليهم وعلى أسرهن مع الوقت. للمزيد عن هذا الموضوع رح نناقشه مع الدكتورة دعاء مجدي، موجهة مونتيسوري والمدونة والكاتبة التربوية. يسعد مساك، يا أهلا وسهلا فيك، نورتينا. بداية بنقول الموجهة مونتيسوري، إيش يعني مونتيسوري؟ مونتيسوري هو نهج أو فلسفة تربوية وضعتها الدكتورة ماريا مونتيسوري، هي أول طبيبة إيطالية بناء على ملاحظتها للأطفال، فهي شافت الاحتياجات الفطرية للطفل اللي بيحتاجها علشان يتطور بطريقة سليمة، وبناء عليها حطت المنهج بتاعها ووفرت بيئة تعليمية محفزة للطفل علشان ينمي شخصيته من جوانب مختلفة، الجانب اللغوي، الجانب الحسي، الجانب الحركي، كل الجوانب. فالكلام ده كان من 100 سنة فاتت، لكن مازال النهج ده بيؤتي ثماره لحد دلوقتي، فناس كتير بقت تتبع يعني في التعليم. يعني هذا النهج يعتبر هو نهج يعتبر داخل المنزل او يعني خاص غير المدارس؟ لا، في مدارس بتطبقه وفي امهات بتطبقه في المنزل، في مراكز بتطبقه بعيدا عن المؤسسات الحكومية، فهو خاص بالطفل عامة، فاي حد بيشتغل مع الطفل ممكن يطبقه. طيب انتوا اليوم ما شاء الله تبارك الله طبقتوه في المنزل، فايش اللي يخلي تتوقعي انه الاسر تتوجه الى التعليم المنزلي عوضا عن التعليم التقليدي المنتشر في كل مكان في انحاء العالم؟ هو انا بفضل نقول ايه اللي خلى الاسر ترجع للتعليم المنزلي، لانه قبل ما المدارس تيجي كان الاصل في الاساس هو التعليم المنزلي. المدارس كان نظام مستحدث، يعني في الثوره الصناعيه سنه 1850 بدات تدخل المدارس، وبعديها ب 120 سنه تقريبا ظهر بقى العالم التربوي جون هولت في امريكا، ونادى بان الاطفال يعني الاهالي يخرجوا الاطفال من المدارس علشان يزودوا طاقتهم الابداعيه ويستثمروا قدراتهم بشكل افضل من الفصول الدراسيه المكدسه. فبدا الاهالي يتفاعلوا معاه ويتكلموا مع المدارس ان هم المدارس تسمح لهم يقعدوا الاطفال في المنزل، في حين ان مجلس اداره المدرسه يكون مسؤول عن تقييم جوده العمليه التعليميه اللي الاهالي هيقوموا بيها. وبدأ من هنا بقى انتشرت الفكرة لبقية الدول، ودول كتير وأهالي كتير بدأوا يطبقوها. جميل جدا. طب كيف كانت اتخاذكم هذا القرار، وكيف كانوا تأثير عليكم كأمهات، يعني كزوجات وأمهات وموظفات أيضا؟ هو في الحقيقة العملية كلها مش بتكون قائمة على الأم لوحدها، هي جزء كبير منها على الأم، لكن الموضوع لازم يكون أسري بشكل أكتر، الأم والأب في الأساس، ولو في إخوات كبار كمان بيساعدوا في العملية التعليمية للطفل الأصغر منهم. جميل. فهي من ناحية بتوطد العلاقات الأسرية بين الأم والأبناء، ومن ناحية تانية بتوفر مثلا في التكاليف على الأسرة، تكاليف المدرسة واليونيفورم والحاجات دي، بتوفر وقت الطفل نفسه إن هو بدل ما يقضي ساعات طويلة في المدرسة بيقضيها أكتر مع الأسرة، خاصة الآن صار في تضاعف كبير بمصروفات الدراسة. صحيح. وكمان مش بس هنوفر في المصاريف الدراسية، هنوفر نقلل كثافة الفصول بحيث جودة التعليم للأطفال اللي لسه هيقعدوا في المدرسة هتكون أفضل، بنقلل الكثافة المرورية على الدولة، بنقلل التكلفة على الدولة نفسها في مصاريف طباعة الكتب والأجور المعلمين. فهي التعليم المنزلي النفع بتاعه عائد على المجتمع ككل، على المعلمين منزليا وعلى الدولة وعلى المتعلمين مدرسيا، فهي تجربة أدعى إن هي حد يتبنيها أحسن من محاربتها وأداها يعني. طيب هو السؤال، هذه التجربة الآن اللي هي تعتبر في المنزل، هل بتأثر على نفسية الطفل وعلى يعني بناء شخصيته المستقبلية؟ أكيد بتأثر بشكل إيجابي أكتر كمان. التعليم في المنزل بيكون قائم على التخصيص بشكل كبير، يعني إحنا عندنا الطفل هو المحور واللي بيدور حواليه كل الكواكب، فإحنا على أساس الطفل بنختار المنهج، على أساس ميوله وقدراته بنختار طريقة تقديم الدروس، على أساسه بنختار طريقة التقييم، فهو الأصل عندنا، وأنا كأم بختار كل حاجة وبظبط كل البيئة حواليه علشان تناسب الطفل ده. على عكس مثلا في التعليم التقليدي بتلاقي الطفل بيجي في قاعدة الهيكل التنظيمي للتعليم، تلاقي الحد كبير هو اللي بيحط الخطة التعليمية كاملة والمنهج، حد سلطة أقل بتختار المعلمين وطريقة التقييم وطريقة الاختبار، والطفل بيكون مجبر ان هو ينخرط بقى في الخطه دي كلها ويتماشى معاها دون اعتبار كبير للتباين المختلف بين قدرات بتاعه الاطفال. انا بس عشان افهم منك اكتر، التعليم المنزلي الان يعتبر نظام عالمي. نعم. موجود في كل انحاء العالم بيطبق هذا النظام، والمونتيسوري هو جزء من هذا النظام يعتبر ولا؟ المونتيسوري ممكن احدى المناهج اللي انا ممكن استخدمها في التعليم المنزلي. في التعليم في المنزلي. مناهج كتير تانية ممكن استخدمها. هذه المناهج تكسب الطفل مهارات إضافية ومن خلال بيئة تعليم تنشأ في داخل المنزل أو مثلا في الأوساط
الاجتماعية في الحي. مظبوط، هو التعليم المنزلي هدفه في الأساس إن احنا نعد الطفل للحياة المجتمعية بشكل أوسع كتير من المدرسة. طب كده احنا مو بنحرم الطفل من ممارسة الحياة الاجتماعية أيضا؟ أيوة. باكتساب الخبرات الحياة مع الأطفال اللي بسنه، الاختلاط، اكتساب، يعني مو كل شيء تعليمي، في أيضا تعليم في الحياة. ما ده دي احدى النقاط الشائكه اللي بتثار كتير جدا حول التعليم المنزلي. فاحنا عايزين الاول نوضح ايه هو مفهوم الخبرات الاجتماعيه اللي الطفل المفروض يكتسبها في السن الصغير. جميل. في المدرسه مثلا الطفل بيروح يقعد مع اطفال في نفس سنه، كلهم عندهم نفس الاحتياجات، نفس القدرات، نفس كل حاجه مع بعض. وكمان طول الساعات اللي بيقعدها في الفصل بيكون تركيزه موجه على الاستاذ مش على التفاعل مع الطلاب، الا بس في فتره البريك مثلا. في حين ان الطفل المتعلم منزليا اللي هو مش ملزم انه كل يوم يروح مدرسه، عنده فرص اكتر بكتير ان هو كل يوم يروح في اماكن مختلفه، يقابل ناس مختلفه، اعمار وجنسيات ولغات مختلفه. فتلاقي عنده اصدقاء من اعمار كتيره، مسنين ومراهقين واكبر منه واصغر منه، كل يوم بيتعرض لمواقف حياتيه كتيره مختلفه عن الروتين اللي الطفل بيواجهه في المدرسه. فهي دي البيئه الصحيه اصلا لاكتساب الخبرات الاجتماعيه، هو الطفل بيتعايش وبينخرط في المجتمع الحقيقي، وهو ده اللي احنا عايزينه. صح، جميل جدا. طيب هذا الامر اتوقع بيخلي على عاتق الام والاب مسؤوليه كبيره. اكيد. ممكن بيضحوا بشكل كبير بشان اولادهم واطفالهم. صح. كيف بيتقبلوا هذه الفكره انتم بالنسبه لك يا دكتوره؟ هو اذا الاب والام مقتنعين ان هم مهمتهم الاساسيه واولويتهم الاولى هو تعليم الطفل وتنشئته تنشئه سليمه بحيث يكون فرد صالح في المجتمع، فهيتقبلوا المهمه الشاقه دي بصدر رحب يعني وهيتولوها. الا انه محدش ينكر ان برضو في الظروف اللي احنا بنعيشها وفي اسر كتير بتكدح علشان توفر سبل المعيشه لابنائها، ممكن بعض الاسر ما تكونش عندها القدره المعنويه او الماديه ان هي تقوم بالحمل ده، ولذلك يعني في اختيارات او في شروط معينه المفروض تكون متوفره في الاب والام ان هم يقوموا بالتعليم المنزلي. زي ايش ممكن تكون اهم الشروط؟ اول حاجه الوعي التربوي، طريقه التعامل التربويه السليمه مع الطفل. لانه لو قعدنا الطفل من المدرسه وبنتعامل معاه بطريقه غلط، يبقى احنا بوظنا الناحيه الاكاديميه وبوظنا كمان الناحيه النفسيه. جميل. فلو دي مش موجوده يبقى نوكل الامر لحد عنده وعي تربوي افضل. تاني حاجه يكون في حد ادنى من الالتزام بتطبيق التعليم المنزلي. هو مش مهمه سهله، فاذا ما كانش في اراده وعزيمه ان هم يكملوا فيها وينجحوا التجربه ممكن تفشل بسهوله ويتخلوا عنها بسهوله. طيب في سؤال انا بس باكد على كلام الدكتوره في نقطه بدات يعني ترجع للذاكره عندي. ما شاء الله تبارك الله ولد اختي الصغير تعلم في المنزل قبل لا يدخل اي كيجي واي ابتدائي واي شيء، تعلم في المنزل ما شاء الله تبارك الله الحروف كلها، الارقام كلها بالعربي وبالانجليزي ما شاء الله تبارك الله عليه، صار يحفظ كل شيء في المنزل. فقاعد يعني افتكر النقطه هذه انه احيانا سبحان الله التعليم في المنزل ممكن بيكون له دور في تنشئه الطفل. بس يمكن وجهه نظري انه ممكن يكون تكميلي مثلا مع التعليم الاساسي الموجود في المدارس والجامعات، وعفوا في المدارس الحكوميه او الخاصه. ده حل لجأت ليه بعض الأسر علشان تحصل على الشهادة المعتمدة وفي نفس الوقت تعمل مميزات التعليم المنزلي. لأن المشكلة هنا أنه برضو بناخد مساوئ الاثنين، أن الطفل طول اليوم هيكون في الدراسة وهيرجع في المنزل بالليل يكمل تعليم مع مامته، فتحس أن الوقت كتير قوي هيقضيه في تعليم أكاديمي. صح. وفي حين أن في السن الصغير بالذات لازم يقضي وقت أكتر في اللعب. فهو يعني هناخد مميزات الاثنين بس برضو هناخد مساوئ الاثنين. صح. طب دكتورة دعاء، بما احنا بنتكلم عن الشهادات، انا لما اقرر اني انا اعلم طفلي في المنزل ونتعدى انا وياه مثلا المراحل الابتدائية، مين بعدها يعتمد لي ويعطي ابني الشهادة؟ كيف حيكون اعتماد تدريسي لابني اعتماد رسمي يقدر فيها بعدين يشتغل ولا يختار تخصص سواء طب او غيره؟ أيوة من التخصصات. هي مشكلة الاعتماد دي هي تعتبر من اول التحديات اللي بتواجه المعلمين منزليا خصوصا في الدول العربية. تمام. بس عايزين نفرق في الاول بين مشروعية التعليم المنزلي وبين اعتماده. فمن ناحية هو مشروع او لا، هنلاقي ان في الاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 المادة 26 منها بتقول نصا ان من حق الاباء على سبيل الاولوية اختيار نوع التعليم المناسب لاولادهم. جميل. فكون ان الاب والام يختاروا تعليم منزلي لاولادهم ده حق مشروع بتكفله الامم المتحدة اللي يعني مشتركة فيها اغلب الدول ومن ضمنها الدول العربية. جميل. من ناحية الاعتماد بقى، المجتمع التعليم المنزلي حاليا عنده طرق ان هو يحصل بيها على شهادات معتمده
من خدمات مش موجهه في الاصل للتعليم المنزلي. كيف يعني انا مثلا كمقيمه في السعوديه تمام. عندي نظام ابنائنا في الخارج التابع للسفاره المصريه بيتيح ان انا طول السنه طفلي مش ملتزم ان هو يحضر في مدرسه او فصل دراسي، واخر العام بيروح يمتحن تبع السفاره وبيحصل على شهاده زيه زي اقرانه اللي في بلده. يعني هي عامله زي الانتساب الجامعي. ايوه ايوه زي تعليم المنازل بيسموه. بس نظام المنازل موجود في الدول العربيه بعد ما الطفل يخلص المرحله الاساسيه للتعليم، مش موجود في الابتدائي والاعدادي. هذه في الجامعه لا ممكن اعتقد الانتساب والتعليم على كانه من الصغر يعتبر. نظام الانتساب في الجامعه، لكن نظام منازل موجود عندنا في مصر في الثانويه العامه. جميل. احنا بقى بنتكلم على التعليم المنزلي في المرحله الاساسيه كمان من التاسيس. ايوه ونقدر من السعوديه انا اعلم ابني، لكن طب مثلا هنا في السعوديه فين اروح انا، فين اودي ابني عشان اعتمد شهادته؟ الناس اللي ما عندهمش نظام ابنائنا في الخارج في حلول اخرى، ان هم يفضلوا من غير شهاده مثلا لحد المرحله الثانويه، بعدها يدخلوا اختبار القدرات الامريكيه او البريطانيه، ده يؤهل الطفل ان هو يلتحق بجامعات اجنبيه بحد الجامعات. جميل جدا. طيب انا سؤالي، يعني انتم ما شاء الله تبارك الله مجموعه اسر وعوائل بتؤدوا او بتعتمدوا على هذا النظام، هل انتم اخترتوا هذا النظام ولا هو اللي اختاركم؟ هو الاثنين، يعني احنا لقينا فيه الطموح بتاعنا لاطفالنا، وهو ظهر لنا كده فجاه. يعني احنا كنا الاول داخلين في مجال التربيه ان انا ابحث على الانترنت ان انا اعلم طفلي واعمل له انشطه تنمي مهاراته. هل هذا الشيء يعني حب داخلي انكم فعلا انتم تدربوا ابنائكم، يعني انتم تعلموهم بنفسكم، يعني حب داخلي من داخلكم هذا الشيء؟ هو كل ام بتحب ان هي تقدم لطفلها اجمل شيء او صح. احلى شيء موجود في الوجود. اكيد فهي احنا حسينا ان احنا فاهمين اطفالنا اكتر من اي حد، واحنا بنحبهم اكتر من اي حد، ونتمنى لهم الاحلى من اي حد. فبدل ما نديله يعني ندي اطفالنا لحد يقضوا معاه وقت، لا نقضي احنا الوقت ده معاه، واحنا نتعلم عشان خاطر اطفالنا ونعلمهم. لكن هذه ترى تضحيه كبيره من الام وقتها، وممكن يجي على حساب مثلا ابنائها الثانيين، حتى لو عندها عمل، لو عندها صح. يعني بيتها يعني بادوارها الثانيه. هي هذه تضحية. تضحيه عامه في اي حاجه يعني طبعا، بس احنا ابنائنا اولويتنا وهم يستحقوا التضحيه دي. بس مش زي ما الناس فاكره ان الام وقتها كله بيضيع على الابناء او كده، لا احنا كمجتمع دعم بندعم بعض. بتلاقي بعض الاسر بتاخد الاطفال تعمل لهم انشطه، تدي وقت للام ان هي تشوف شغلها او تشوف حاجات تانية. الاب قصدي بيشارك في العمليه التعليميه. الاخ الاكبر بيشارك. ومعظم الانشطه بنعملها كاسره مع بعض، يعني انا ببقى قاعده شغاله على اللابتوب وجنبي ابني بيدرس. زوجي ممكن ياخد الاطفال يخرجهم وانا اروح شغلي. فبتحس ان في تعاون وتوطيد علاقات اكتر مع الاسره. جميل. يعني طب نبغى نعرف ايش هي الفائده اللي انتم جنيتوها مثلا اقتصاديا اسريا وحتى على اجتماعيا؟ ومن الناحية الاقتصادية، التعليم المنزلي تجربة فريدة لكل أسرة. يعني زي في التعليم المدرسي بتلاقي مدارس تكلفتها قليلة، ومدارس ناشونال، مدارس انترناشونال، وهكذا. التعليم المنزلي كذلك، هتلاقي أسر بتعمل تعليم منزلي بأقل تكلفة ممكنة. الأم بتصنع بنفسها الأدوات وبتطبع مصادر مجانية من على الإنترنت، وفرت اقتصاديا ساهمت في الموضوع. جميل. في حين أسر تانية هتلاقيها بدل ما تحب تعلم أطفالها عن ثقافة الشعب الياباني مثلا بالقصص والفيديوهات، لا بيحجزوا تذكرة ويسافروا لحد اليابان. ما شاء الله. فهي كل أسرة ليها تجربتها الخاصة يعني على الناحية الاقتصادية. اجتماعيا، على الناحية الاجتماعية احنا بتبقي متحكمة اكتر في البيئة المحيطة بطفلك. يعني انت بتختاري الاسر اللي هتجتمعي معاها، اللي هم ليهم نفس تفكيرك ونفس المستوى الاخلاقي ونفس كل حاجة. على عكس في المدرسة بتحسي الطفل بيكون مجبر ان هو يعني بيتعامل مع، بس كده كمان في جانب يمكن يكون سيء انه انا طول الوقت يكون حامية طفلي بمجموعة او صفات معينة، ولما يجي الوقت انه هذا الطفل يطلع عن الدائرة ممكن ينصدم من المجتمع او ينصدم من بعض المجتمع او بعض الصفات. هقول لك حاجة، فكده كيف صار في صدمة نفسية عند الطفل او انه الطفل في السن الصغير بيبقى عامل زي اليرقة اللي بتدخل في الشرنقة بتاعتها، محتاجة وقت ان احنا نأسس فيه قوي الاخلاق والحاجات النفسية، بحيث لما يخرج بقى للمجتمع يقدر يواجه ويقدر يتعامل. زي لازم نعلمه العوم قبل ما نسيبه يغرق في المية، قبل ما نحطه في البحر يعني. صح. فاحنا بنحيطه ببيئه تكون سليمه واحنا نرتضيها، بس في نفس الوقت ده مش بيمنعه ان هو يتعرض لمواقف تانية، لان احنا بنخرج في اماكن كتير وبنواجه اطفال تانيين، فهو بيتعرض فعلا للجرعات اللي هي من الحاجات المفروض يواجهها. طيب دكتور، انا عشان اختم معاكي هذه الفقره، اول شيء انت قبل لا تدخلي في هذا الموضوع، هل تخيلتي انه هو بالصعوبه هذه؟ وفعلا حابين نختم برساله بسيطه توجهيها للناس، مو شرط انه يلتحقوا بشكل كبير بهذا النظام، ممكن اللي حبي يلتحق فيه يلتحق فيه، ولكن على الاقل حتى اللي يعني بيدرسوا اطفالهم في المدارس التقليديه الطبيعيه في كل مكان،
ممكن يكون هذا جزء بسيط يقتطعوه مع أطفالهم، ينمي مواهبهم ومهاراتهم. صح، أنا الرسالة اللي عايزة أوجهها إن التعليم المنزلي إحنا بنطرحه على الساحة دلوقتي كخيار متاح للأسر. جميل. مش كبديل للتعليم المدرسي، وإحنا لا ندعو إن المدارس كلها تتقفل، لا بالعكس، يعني ممكن يمشوا الاثنين مع بعض. حلو جدا. جميل. أنا ما كنتش أتوقع إن هو يبقى بالصعوبة دي، وبرضه ما كنتش أتوقع إن هو يبقى بالحلاوة دي. يعني التعليم المنزلي أثر فيا أنا نفسي كتير، أنا اتغيرت عشانه. جميل. فانا زي ما بعلم طفلي انا كمان اتعلمت حاجات ما كنتش اتخيل ان انا اتعلمها، وعملت حاجات عمري ما كنت اتخيل ان انا اتعلمها. فاحنا بس عايزين نكسر التابو المقدس بتاع المدرسه، ان احنا بقالنا عقود عديده ما عندناش فكره ان الطفل ما يتعلمش في مدرسه، ده لازم الطفل. صح. بيخرج في مدرسه يا الجامعه على الشغل. فبس احنا بنطرح الفكره، هي فكره جديده تستحق ان هي كأسر وكآباء وكأهالي تعليم اطفالنا. وكلنا المهمة لحد تاني، في حين ان هي اصلا كانت مهمتنا الاساسية في الاصل. يعطيك العافية يا ربي دكتورة، شرفتينا ونورتينا. شكرا. طبعا مشاهدينا الكرام، كانت معنا الدكتورة دعاء مجدي، موجهة مونتسوري المدونة والكاتبة التربوية. شكرا جزيلا لك. لا. التعليم المنزلي تعليم مرن، لكنها تجربة ليست مرنة ولا هينة ولا تحمل معنى البساطة، والمسؤولية فيها كبيرة ومستمرة من كل الجوانب، لكنها تجربة جميلة تستحق، فهو مستقبل أغلى إنسان لديكم في الحياة. مشاهدين الكرام، نلتقيكم بإذن الله في الحلقات القادمة.